سي اجمعين سي ممكن والي صاحب الجدل على ولايه سوس جد مهم. الحمد لله كاينه فيه الميزانيه اللي كتخص الاستثمار اللي هو المشروع الملكي الكبير اللي الحمد لله غادي نزيدوا فيه السنه 2023 و2024، وكذلك اليوم الفائض اللي خصنا بالخصوص المناطق والهاد لي كارتيين اللي هما ناقصه ديال التجهيز 50% ديالو 70 مليون ديال الدرهم الان اللي غادي تمشي، وكذلك المستقبل ان شاء الله غادي تكون واحد 60 مليون زايده باش نحاولوا نساهموا في اعاده التجهيز ديال هاد المناطق وهاد الاحياء. نقطه يعني في هاد الدوره الاستثنائيه واللي حتى في الدورات العاديه كراها كتكون اهم نقطه هي المصادقه على الميزانيه، وكما شاهدتوا ان الميزانيه تصدق عليها باغلبيه الاعضاء الحاضرين، وهاد الميزانيه اللي الحمد لله كما لاحظتوا كذلك ان مدينه اكادير كتعاود كتحقق واحد الفائض، يعني ما عندهاش عجز مالي بالرغم من يعني الاكراهات اللي جات يعني بعد يعني الوباء ديال كوفيد، وبالرغم كذلك من يعني الوضعيه الاقتصاديه اللي هي صعيبه، خاصه ان واحد العدد ديال المواد الاوليه اللي هي يعني ارتفعت الاسعار ديالها، وكنهضر هنا على يعني مثلا الغازوال اللي اضطرينا انه يعني تضاعف الميزانيه المخصصه لهاد الماده هذه. لذلك فهاد اليوم كما قلت الميزانيه فيها مسائل مهمه اللي يمكن فيها واحد العدد ديال المشاريع اللي غتبرمج ليها هذا الفائض التقديري، في 100 فائض تقديري تقريبا 142 مليون ديال الدرهم، في انتظار اننا نتعرفوا على الفائض الحقيقي بحلول 31/12 واللي غادي يتبرمج في الدوره ديال فبراير. وكذلك النقطه الثانيه اللي تصادق عليها المجلس لان باقي ما ساليناش النقط الاخرى، النقطه الثانيه اللي هي المصادقه على تاهيل مركب جمال الدره باش يدار فيه واحد المعهد ديال الفنون الجميله. هذا المعهد ديال الفنون الجميله اللي كيتعتبر واحد اضافه جديده واضافه مهمه بالنسبه لمدينه اكادير، لان المعاهد الفنون الجميله هي قله وما كايناش بزاف في المغرب، بالتالي فالمدينه ان يكون فيها هذا المشروع وفي ديك البلاصه اللي هو قريب يعني الكليات اللي كاينه في المدينه، كنعتقد ان هذه كتكون اضافه جديده واضافه متميزه للمدينه ديال اكادير، في انتظار اننا نواصلوا الاشغال ديال الجلسه الاولى ديال هذه الدوره اللي غادي نعاودوا نتنطق مع الساعه الثالثه، وكذلك في انتظار استكمال يعني هذا الجدول ديال الدوره كله اللي غيعاود نكملوه في نهار الاثنين ان شاء الله 14/11/2022. شكرا.